مدينة المليون ساكن وقسم استعجالي وحيد يستقطب حوالي 11 ولاية. قسم الاستعجالي بصفاقس يعيش حالة اكتظاظ كبير وطاقة استيعاب فاقت المعقول. هو بعيد كل البعد عن المواصفات المطلوبة لإنجاز مهامه على أحسن وجه، ولا يستجيب لمتطلبات العمل الإسعافي والطبي. مشاكل في الريجونس هما مشاكل الحالية، هما مشاكل طاقة الاستيعاب اللي هي فاقت الحد نتاع لي كاباسيتي نتاع لوبيتال. كيما تعرف لوبيتال نتاع صفاقس سي بريسيزيمون القسم الاستعجالي، اي برون شارج بريسك صفاقس والجنوب نتاع الجمهورية التونسية الكل، حاجة اللي خلات لي ميدسان والإطار الطبي شبه الطبي يخدم دون لي كونديسيون، معناتها ما همش لي بون كونديسيون نتاع الخدمه. في الواقع القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه يستقبل المرضى من كل ولايه الجنوب خاصه، وطاقه الاستيعاب نتاعها اصبحت لا تكفي لاستيعاب كل القادمين من كل الجهات، وكما تشوفوا اكتظاظ متواصل كل يوم في الاستعجالي، وأصبحنا غير قادرين على استيعاب كل المرضى اللي يجوا من كافة الجهات. قاعدة بعثوني من غاديكا من الاستعجالي بتاع الصغار، من قسم الصغار لهنا باش نصور على صدرة. راني توجي ساعتين وهي 40 سخانة. تو برسك 3 دراج ل 4 دراج هي الحكاية. لدرجة راسها وجعها ما وصلليش الأكسجين. هذا ديما عاملين في قسم القلب في قسم الجوارح يقول لك ما تجينا هنا اللي ما تمشي الاستعجالي، المفروض زينا طول القسم الصدريه، مش نجيو لهنا نضيعوا الوقت نعاودوا نمشيو الغاديه القسم الصدريه. احنا تو ندخلوا تو للسبيطار نحسوا رواحنا معناتها 200 دوغير وضعيه لا اراك الله مكروه، المرضى مسكنات وعوان الصحه مسكنات والاطباء مسكنات. بنية تحتية بانت عيوبها مع أول قطرات مياه الأمطار، حيث أصبح المستشفى يعوم في بركات المياه خاصة جناح العمليات وعديد الأقسام الأخرى. عندنا 3 صالات نخدموا فيهم، قعدت لنا صالة برك، زوج صالات يقولوا يقطروا بالماء، والبارتي الأخرى طاحت علينا، وإلا هنا هذه صالة مازال المريض يخدم فيها وصالة تقطر. كميات كبيرة من المياه داخل البهو الاستقبال والممرات المؤدية إلى مختلف الأقسام، تعطلت خاصة على مستوى العيادات الخارجية في بالنسبة لاختصاص طب العيون وطب الأنف والحنجرة. وين صارت الأضرار؟ الأضرار صارت في الأماكن اللي موقعش حمايتها، اللي تاش تكنيك وشي وريت واكل بيروت زونتري والوفتالمو والورال. فما معناها اجتياح نتاع ماء فهمتي للمستشفى، فما شويه اشغال فهمتي اللي لازمها تسير. بون لهنا فهمتي بالمجد فما اشغال بدات وما وفاتش، وهذاك علاش اللي خلى فهمتي الماء معناها يتعدى معناها تسير معناها لينونداسيون هذه نتاع كيلكو سيرفيس فهمتي. بون سي فري ما كانتش برشا، ما كانتش كبيره برشا هي، مي مع الحمد لله يعني البلوك اوبيراتوار كان بون فما قطة، لكن الحمد لله كان معناها كانت الأمور محصورة. حماية غير متوفرة تجعل العاملين بالقطاع خاصة الطاقم الليلي غير آمن أثناء أدائه لمهامه. أنا في كو دي مومون هجموا علينا وتعرضنا للخطر. قطاع الصحة العمومية من أهم القطاعات الحيوية إن لم نقل أهمها في حياة المجتمعات، ظل في حاجة إلى مراجعة شاملة على مستويات متعددة عديدة هي الحلول لخروج هذا القطاع من أزمته. ماذا بينا كل السيرفيس معناتها الحالة كان هكية فيها الحد معناتها سال ديرجونس، مش هنا كل مستجارات ولا هين معناتها بحوايج أخرين بتاع أكسيدونتي ولا الملسو، أما مش البنية تفرفت. إنه نراو كيفاش يعني صفاقس يخف عليها شوية الضغط، مثلا ان دوزيام اوبيتال يونيفرسيتير ميم في بعيد شويه على السنتر ياخو بعين الاعتبار مشاكل العباد اللي يسكنوا في ضواحي صفاقس. هذا من بين الحلول. ثانيا توفير الاطار، توفير اطارات، وثالثا الماتريال. ف
في الواقع احنا اداره المستشفى تحاول توفير كل المستلزمات الطبيه الضروريه لانجاح التدخلات الطبيه. باش يقع تقييم معناها للحاله الصيانه اللي موجوده فيها اللي موجود عليها المستشفى في الوقت الحالي، وباش يقع اتخاذ معناها الاجراءات معناها الاسراع خاطر هي العمليه هذه بدات من 4 سبتمبر. معناها الاجراءات هذه بدات من 4 سبتمبر، بدات اشغال مع الاسف خلت عليها المطار هذه فهمتي معناها خذتنا ديبورفيو. بون اكتويلمون باش نحاولوا كيفاش نسرعوا اكثر ما يمكن في اسرع وقت. الوزاره يلزمها تصرف ال50 ألف دينار على غرار بقيه المستشفيات لاصلاح البنايات والتجهيزات، وباش كما قلت لك الاداره تنجم تقوم بالاشغال المستعجله هذه والمقترحه من قسم الصيانه. عاجلا الوزاره عليها باش ترصد 350 الف دينار اللي قلناها ضمن برنامج المشاريع المقترحه لصيانه وتعهد سطوحات المستشفى وحمايه الطبق الفني من تسرب مياه الامطار، وكذلك عليها بصرف الاعتمادات لاتمام الاشغال بقسمي لانابات وليمينو. هذا هو الصحيح، وترجع الاعتبار لقسم الصيانه. بدت الحاجة ملحة اليوم لإنشاء قسم استعجالي جديد ليستجيب مع مدينة المليون ساكن تشكو من قطاع صحة مهمش.